السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في بداية والله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا رب. مقطعنا اليوم عن أخبار الأسبوع من فورتنايت، وقبل ما نبدأ المقطع أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. خلينا نبدأ بالتفاصيل. زي ما عودتكم كل أسبوع بنزل لكم أخبار الأسبوع من الثلاثاء للثلاثاء القادم، بس هذه المرة في عندنا أخبار من الثلاثاء هذا للثلاثاء القادم، وفي عندنا اخبار الى نهايه الموسم. في البدايه هجيب لكم الاخبار بالترتيب، بعد كده هقول لكم الاخبار اللي ما احنا عارفين مواعيدها، تمام؟ فخلينا نبدا في الاخبار الاولى. عندنا الخبر الاول اللي هو يوم الاثنين 16 مايو الساعه 8 مساء، يعني اليوم هيكون الاعلان الرسمي لفول جايز. هيتكلموا في الاعلان ده عن التعاون اللي هيصير بينهم وبين فورتنايت، وهيتكلموا عن اللعبة انها هتنزل مجانا للنينتندو سويتش والاكس بوكس والبلاي ستيشن. فهمتوا كيف؟ عندنا الخبر الثاني، التحديث الجديد 2040 يوم الثلاثاء 17 مايو الساعة 11 صباحا. بعض الاحيان يقدم نص ساعة وبعض الاحيان يأخر نص ساعة، لكن مو مشكلة. لكن 80% ان التحديث هذا هيكون اخر تحديث في السيزن هذا، فيعني هيكون التحديث مرة كبير، فحاولوا انكم تشغلوا اللعبة من بدري. طيب عندنا يوم الثلاثاء 17 مايو، يوم ما بعد ما ينزل التحديث ان شاء الله هينزل معنا تحدي جديد. من خلال التحدي هذا هناخذ البخاخ الظاهر امامكم مجانا، فان شاء الله هسوي لكم مقطع صغير كيف تقدروا تاخذوا البخاخ. عندنا يوم الثلاثاء 17 مايو الساعه 4 العصر هيكون عندنا مهام الحارس الاوميغا، اللي عنده السكين ده هتنزل معاه التحديات للاسبوع الثالث الساعه 4 العصر. طيب عندنا يوم الثلاثاء 17 مايو الساعة 4 مساء تحديات المقاومة للأسبوع التاسع. بعد كده عندنا يوم الأربعاء 18 مايو بطولة كأس علي إيه. اللي يبغى تفاصيل البطولة أنا نزلت لها مقطع وشرحت فيه كل شيء بالتفصيل، أحط لكم الرابط أسفل الفيديو، اللي بيعرف نظام البطولة علشان يقدر يشارك في البطولة. عندنا يوم الخميس 19 مايو الساعة 4 مساء تحديات الموسم للأسبوع التاسع. أباكم تركزوا في هذا الشيء تمام. تحديات الرقاقات الشاملة ما عاد حيكون فيه موجودة، فأي واحد ناقصه رقاقات شاملة ضروري إنه يسوي تحديات الموسم، لأنه كل تحدي يعطي له 2 رقاقات، فاللي ناقصه رقاقات يحاول يسوي تحديات الموسم. عندنا يوم 20 ويوم 28 مايو باقي هدايا تويتش. إحنا أخذنا الأيموجي تمام؟ فاللي ما اخذ الايموجي الى الان شغال بتويتش، يقدر يدخل يشاهد بتويتش ويقدر ياخذ الهدايا. اللي بيعرف التفاصيل انا احط لكم رابط اسفل الفيديو كيف تقدر تاخذ هدايا تويتش. طيب يوم 20 مايو هيكون عندنا حقيبه الظهر، ويوم 28 حناخذ شاشه التحميل والبخاخ. ان شاء الله حسوي لكم صور لها في المنتدى لوقت البث علشان الكل يعرف انه في بث ويقدر يدخل يشاهد البث وياخذ الهدايا. طيب عندنا في 20 مايو الساعة 3 صباحا ستتوفر جميع عناصر سكين صانع المحتوى عليه في متجر العناصر. طيب عندنا نهاية السيزن الثاني شابتر 3 في 3 يونيو. لاحظوا هذا الشيء، هذا التاريخ لا تعتمدوا عليه كثير صراحة، ان التاريخ هذا صحيح 100% مذكور في ملفات اللعبة وذكروا كمان الموقع الرسمي للعبة فورتنايت، لكن بعض الأحيان اللعبة تأجل السيزن وبعض الأحيان تقدمه. يعني السيزن الجديد إن شاء الله حيكون في 4 يونيو. طيب الآن نتكلم على الأخبار المحتمل نزولها في التحديث الجديد، يعني ما إحنا عارفين مواعيدها متى، فجميع لكم من جميع الأخبار. الأخبار صحيحة 100% بس أنا ماني عارف المواعيد متى حتكون. طيب الخبر الأول يقول لك احتمال كبير عودة قنابل الظل، سحابة من الدخان تمنحك زيادة في السرعة والقفز. هذه القنابل ممكن انها تنزل في التحديث ان شاء الله يوم الثلاثاء او انها تكون الثلاثاء القادم. عندنا الحزمة الجديدة، اسم الحزمة اساطير الانمي. ان كان تذكروا في التحديث 2030 انا ذكرت الموضوع هذا، ونزلت الحزمة في ملفات اللعبة والى الان ما ظهرت، لكن في التحديث الجديد ممكن تظهر معانا. طب الخبر اللي بعده حزمة المبتدئين، اللي هي حزمة الأربع دولار للسيزن الثالث شابتر 3، إن شاء الله هتتسرب معنا في الأيام المقبلة وهسوي لها مقطع خاص. طب عندنا حزمة الطاقم الجديدة، حزمة الاشتراك الشهري لشهر يونيو. دائما
تسريب الحزمة هذه يكون بين يوم 20 و25 ويوم 28 تتسرب كامل مكونات الحزمة. فإن شاء الله هسوي لكم مقطع خاص للكامل العناصر. طب عندنا في الأيام المقبلة جهاز يوم النهاية. الجهاز هذا ذكرناه كثير، هذا جهاز صنعته الـ IO، وهيقول لك حيدمر الماب وحيدمر حاجات الله أعلم، بس الجهاز هذا حيكون موجود 100% ويقول لك حيشارك في الحدث الأخير للسيزن. السيزن هذا حيكون فيه حدث، 80% من المسربين قالوا فيه حدث، بعضهم قالوا أنه ما حيكون فيه حدث، لكن الجهاز هذا حيظهر 100% بس ما احنا عارفين موعد ظهوره متى. طب عندنا سكين بطولة فينيسج، انتوا عارفين بطولة فينيسج بين فترة وفترة ينزلوها سكين خاص في البطولة، يقول لك سيتم الكشف عن السكين البطولة وراح يكون يعني حتكون بنت مو ولد السكين، هذه المرة حيكون بنت بس ما احنا عارفين موعده متى. عندنا الخبر الأخير اللي هو سكين جديد من مسلسل أوبي وان يونوبي. الشخصية الظاهرة أمامكم هذا التعاون الجديد حيكون بين فورتنايت والمسلسل هذا، المسلسل هذا يوم 27 مايو حتنزل أول حلقتين جديدة، تمام؟ فيقول لك حيكون من التعاون ده حينزل يخرج السكين هذا الظاهر أمامكم، لكن الشيء هذا إحنا متأكدين منه 50%، تمام؟ بس السكين حيظهر 100%، لكن ممكن في السيزن ده وممكن يأجلوه للسيزن القادم، الله أعلم. هذه كانت جميع الأخبار الأسبوع من فورتنايت. إذا ظهرت معي أخبار جديدة زي ما عودتكم هنزل الأخبار في المنتدى، وإذا في أخبار كثيرة هنزلها مقطع خاص لوحدها. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعم المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر وفي أمان الله.